المدرب المساعد لنادي النجف السوري سعد السويدان يكشف أسباب عدول الكابتن عبد الغني شهد عن الاستقالة. استعداد للمباراة كان جيد على قدم وساق، تصحيح أخطاء المباراة السابقة وتحضير لمباراة الطلبة. بإذن الله اللاعبين عازمين على تقديم نتيجة جيدة بمباراة الغد أمام الطلبة، فريق كبير، لتحسين صورة الفريق ولتحسين وضع الفريق على جدول الترتيب بنهاية مرحلة الذهاب إن شاء الله. طبعا الكابتن غني شهد بعد المباراة كان رؤيته أنه يبتعد. في مشاكل بآلية اختيار الفريق، بخيارات الفريق، بالأجانب، فالموضوع شكل صراحة عبء وضغط عليه. إنما بعدين تدخل العقلاء من إدارة نادي النجف وتمسك إدارة نادي النجف الكابتن غني أعاد الصورة. أخذنا عهد من اللاعبين أنه نحن نحسن الصورة بالمباريات القادمة بإذن الله، ويظهر الفريق بشكل مغاير من مرحلة الإياب إن شاء الله.